انا معلم كنخدم كندير الحلوى كندير الشباكيه كندير معلم كنخدم مع الناس في مناسبات مثلا في رمضان ولا الصيف مهديه كندير البيني مثلا مع شي واحد وكنخدم على الصيف ولا في رمضان مناسبات وسائر الايام كنخدم غير ب60 درهم مع شي واحد معاون في الشفنج ولا شي حاجه كنخدم معاهم ممكن تعاون مع الوقت كنتعاون هنا الصيف بتهم دوزوا معايا الصيف الوقت اللي جيت هنايا فرحان عندي السدادر عندي داكشي مقيم ندير السدادر اللي هي ثلاثة ندير واحد ديالي هنا عندي طابلة هنا ديال القهوة جديدة بالكراسة ديالها ندير فوقها الشمعة عندي حصيرة ديال البلاستيك أنا السيد مخلي عنده التلفازة ومخلي عنده هادي قلت ربما تجيب لي الله الضو في الوقت اللي أنا دخلت واحد الهوفر حطيته رجعت عند السيد بالطونوبيل هز التلفازة باش غادي نجيبها وغادي نشوف الضو منين غادي ولا نخدم ونشري الموتور ديال الضو ما عندكمش الضو هنا ما عندنا لا ضو لا ما لا 38 سنة لا ضو لا 38 سنة وانتم عايشين هنا بلا ضو لا ما عايش هنا بلا ما بلا ضو كملنا سيدي في الوقت اللي جا السيد بالجمعة بالليل يلا جبت الدري لقيت له البرا الكبير طلبوها مني باش يدخل يقرا في العشية صلع يا السيد قال لي يا حويجك خويا جي هزهم انا مشيت باش غنهزهم دخلت الحوفر حطيته عطاني التلفازة بقى كيهضر معايا قلت له بيناتنا التليفون تلقى بيناتهم في الزوقة واقف ما علمني حتى واحد الساعة كانت معي بنادم دايز ما عرفت مدابزة ما عرفت والو تبدا كيقول لي شو العافية العافية انا جاتني هذيك العافية ما نعرف شي واحد قال عندك ما قال عندك حطيت انا التلفازة بان لي واحد الانسان واقف خلي عندك هادي تميت غادي كنجري ما جيت فين نجري ما عندي الضيق وعندي هادي وعندي البونز ما جيت فين نجي ومعانا يا مسقف بالقصدير ومداير الميكا ومتقل بالبنوات ما جيت فين نجي تلقى العافية شدت في البونز بالزربة بواحد السرعة قوية شدت في البونز كامل عندي انا 2 متر ديال العرض تقريبا 20 شدت فيهم كاملين بقات كدور هنا وكتصوت كلات ليا هاد السداري الاخر وكلات ليا هاد الحوايج اللي كانوا عندي والماعن وداكشي هادي انا كنضرب معاها باش ندخل كنضرب عندي بوطه كنت كنطيب عليها صغيره واحد بقى فيها واحد شويه انا كيقولوا الناس عندك راه العافيه راه البوطه ما انا ما بقيت كندير لها في البوطه لا والو كنشوفها محالي مشى الغاز داز من حدايا فهمتيني الناس غوتت صافي انا صافي ملي كيقول لي الناس البومبيه انا وقفت صافي كنشوف انا رجال الامن البومبيه فعلا دخلوا صافي وقفتي قلتي راه غادي يقدروا يعطوا شي حاجه زعما منين دخلوا بداو كيطفيو قلت انا راه غتبقى شي حاجه اللي غنبقى نشوف فيها انايا 5 سنين وانا كنبني فيها كنقول غنشوف شي حاجه في هذوك المعلات ما كنلقات يعني ما كنلقى حتى حاجه دخلتي ما بقى حتى شي حاجه عندك هنا دخلت بالجوج الليل ما كيبان ليا والو بغيت نتاكد في الصباح ما نعستش عند شي ناس في واحد الحانوت في دول بوسكو جيت رجعت كنقلب ما كنلقى والو كلشي فاخر بقيت كنضرب تماره وكنخرج داكشي كطالب برويطه وكنخرج داكشي راه باقي الهيل داكشي اللي محروق باقي داكشي اللي محروق صافي رجال الامن طلبوا مني البطاقه قلت له ودي راه ضاعت ليا عندك باش تهضر قلت له عندي هي الاسم والكنيه ولا بغيت الاسم الوالدين اللي ميتين ها هما سميت با وسميت مو يعني الحاله المدنيه ولا كارت ناسيونال كلشي تحرق كلشي كلاتو الحافيه كلشي مشى ليا ما فهمتيني كلشي مشى ليا كلشي ضاع ليا فهمتيني هادشي هذا اللي كاين انا فهمتيني انا مدخل الدراري انا اصليا ما عنديش الحاله المدنيه بالنسبه للاسره ديال الدراري انا باش دخلتهم انا دخلتهم على حساب باش كيصوبوا ليهم الوريقات ديالهم في دار الكبيره نعم وهما اللي واقفين معايا الناس المحسنين باش دخلوهم كيقراو انا ما عنديش باش نقري ثلاثه وانا كنربح 60 درهم 70 درهم خطره خدام خطره ما خدامش فهمتيني كتجيني مناسبه كنخدم في رمضان ماشي واحد الوقت اللي شعلت فيها قدم الاسم ديالي عمر ساكن في هذه البراكه هذه تحرقوا لي الادوات ديال الدار والماتيريال ديال والدي وشلا امور كثيره من الماتيريال لي بوست ديال السدور لامونات لي شنيور الدوزان يعني الدوزان كامل كامل حتى حاجه ما بقات كلشي تحرق كلشي داب
شفنا يمكن شي شواهد ولا ديبلومات تما حتى محروقين. لا انا هربت بالصاك ديالي، صاك الجامعه فيه كاع وريقاتي وديبلومات اللي كانوا عندي قدام وداك الامور. استطعتي انك تخرجهم؟ ايه، وبطاقه ديالي كانت في جيبي. انا في الوقت اللي خرجت للمغرب، كي صليت المغرب جيت تيبان لي الدخان من برا جاي، تنقول ما انا واش عندنا؟ قلت راه تكون في شي جهه بعيده. تلقى العافيه ما خلات حتى شي حاجه في ظرف تقريبا 10 دقائق. كلات كل شيء، ما خلات حتى شي حاجه. مساحه صغيره والسدادير شي فوق شي البونج، كاين امور اللي قابله للاشتعال موجوده. موجوده كثيره، البونج بزاف، العواد مثلا البلانش، كاع الامور كامله هي تسببت في هذا الشيء. والسبب اللي تسبب في هذا الحريق هو ما كاينش الضوء. لو كان الضوء كاع ما تحرق لا شمعه ولا حتى شي حاجه. يعني الشمعه هي كانت السبب. الشمعه هي السبب ديال هذه الامور هذه. اللي كما قال الاخ الكريم، قال لك الشمعه. لو كان الضوء ما غيكونش هذا السبب كامل. والحمد لله كما قال. كيفاش انتم ما كاينينش في المنزل وخليتوا الشمعه شاعله في الدار؟ لا انا بوحدي، انايا ماشي انا اللي خليت الشمعه. الاخ الكريم هو اللي بقات عندنا الشمعه عنده في البيت. كان جا مسكين ثلاث ايام ما ناس. انا ما تيعاود لي، قال لي ثلاث ايام ما ناس الخدمه. ملي جا كشع الشمعه عيط ليه واحد السيد، قال له جدي واحد التلفازه ديالك ما هذا، وقيلا مشى لعندو ورجع حتى هو لقى العافيه نايضه. انا راه ملي خرجت المغرب ما كانت العافيه لا والو، وليداتو تيلعبوا الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه. رجعت لقينا العافيه كلات اليابس والخضر. يعني انت قدرتي استطعتي انك تخرج من انا ديك الساعه باقي العافيه ما شدتش فيا هنايا. يلاه شد في هذا الجنيب هذا، دز ديريكت للبيت طرت على القفه. ما حاولتيش دير شي محاوله ملي هزيتي القفه ديالك؟ ما كانش دير محاوله، العافيه تتاكل تتزرب تتزرب. الساعه فاش خرجت انايا راه هبط القزدير من مورايا، طاح طاح كامل بالعود ديالو بكل شيء ليه. هو براسو كان باغي يدخل يعتق واحد الكليبه مسكينه، تنفست عليه العافيه. يعني من الجانب الانساني بغى يعتق الكلبه ديالو. دازت بحال البرق. حتى هي تحرقات. تحرقات مسكينه، دازت بحال البرق. عباد الله تيغوتوا عليه، رجع ما ترجع، رجع ما ترجع. وراه كان باغي يدخل يدير شي، ولكن ما يمكنش، ما يقدرش، غيتحرق، غيتأذى. والامور هذه راه ضررنا بزاف صراحه، ومضرورين قبل. مضرورين راه تقريبا مده كما قالت من 1980. حنا تنعاني وما كاين لا ضوء لا ماء لا واد الحار لا حتى شي حاجه. بحال ما كاينينش في البلاد. ما عايشينش في هذه البلاد. واللي تنطلبوا تنطلبوا من المسؤولين والناس اللي باغيين التغيير وبغاو يغيروا بزاف ديال الحوايج، راهم ما تيسمعوا فينا. وهالحالات اللي خصهم يبداو بهم بالتغيير هي السكن اللائق وممنوع السكن الصفيح. ما بقيناش ترضوا بسكن الصفيح. حنا بلادنا تبارك الله راقيه، وبلادنا في واحد المستوى عالي، ما تجيش معها ديور الصفيح. حنا ما خصناش نكونوا عايشين في ديور الصفيح. وهذا الشيء اللي كاين. انا انسان مريض، درت جوج عمليات ديال القلب، ما يمكن لياش باش نخدم، وعندي سبعه ديال النفوس. لا حول ولا قوه الا بالله. والضو باش كضيو؟ انت كضوي غير بالشمع؟ لا انا عاطيني واحد السيده الضو كنضوي ليه. شي جاره ديالك هنا عاطيك الضو؟ ما كتخلص معها الضو الماء ولا كتخلص معها الضو؟ كتخلص معها الضو. يعني عاطيك خيط ديال الضو كتخلص معها؟ دابا تحرق وداك الشيء. مشى مع العافيه حتى هو؟ مشى مع العافيه. حتى هاد البراكه دايره تقريبا بحال هكا، بحال هكا. ما خاصش.